في خبرنا عاجلة، وبعد نهاية مباراة المنتخب المغربي ونظيره منتخب البرازيل اليوم، انفجر العديد من المحللين الجزائريين في أحد القنوات الجزائرية، وذلك بعدما اعترف أحدهم بتطور المغرب والرياضة المغربية قائلا: مباراة المغرب والبرازيل اليوم تؤكد تطور المغرب ووصوله إلى العالمية، كلنا شاهدنا ملعب المباراة العالمية وجودة البنيات التحتية المغربية والجمهور العالمي المغربي، علينا اليوم أن نعترف بتطور هذا البلد، كل المؤشرات اليوم تؤكد بأن المغرب يسير في طريق صحيح، الأندية المغربية تسيطر على البطولات الإفريقية والعالمية، والمنتخب المغربي حقق إنجاز تاريخي في كأس العالم، ويسيرون لتتويج بكأس أفريقيا أيضا القادمة، إنهم يعملون. في بعض الأحيان يجب أن نتقبل الحقيقة كيفما كانت لكي نستفيد، ليتفاجأ الأخير بقطع كلامه بسرعة من طرف مقدم البرنامج بدعوى أنه خرج عن الموضوع في خطوة مضحكة للنظام العسكري الجزائري الفاسد. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.